السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، كل سنة وانتم طيبين جميعا، وبرحب بيك أهلا وسهلا كل وفد السعودية برئاسة سمو الأمير الملكي فهد. أهلا وسهلا، أهلا وسهلا بك. تفضلوا تفضلوا. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ضيف مصر الكريم صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك، السيدات والسادة ضيوف مصر الكرام، بين ماض تليد وحاضر مجيد ومستقبل واعد يزيد خير مصر ويفيض، نعيش اليوم واقعا جديدا هنا في مدينة السلام مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، ونهدي منها للعالم بأسره تحية السلام، ونؤكد أن حضارة مصر العريقة الممتدة عبر آلاف السنين تسير جنبا إلى جنب مع إطلاق تنمية شاملة ومستدامة نباهي بها بين الأمم والشعوب. وهكذا انطلقت السواعد المصرية السمراء لإقامة مشروعات قومية كبرى في مختلف مجالات التنمية في كافة ربوع سيناء، فهذه المشروعات تستهدف تحسين الأحوال المعيشية لأبناء سيناء الشرفاء، الأمر الذي يعكس اهتمام القيادة السياسية بهذه البقعة الغالية من أرض الوطن لما لها من قدسية خاصة لدى المصريين والعالم أجمع، الذي بات شاهدا على حدوث طفرة تنموية حقيقية تليق بسيناء وامتدادها الحضاري.